ذكر النفس كمان غير يعني برضو اكيد حابين نعرف منك التامل بيحصل ازاي، وخصوصا وان الواحد بيبقى فيه هموم على كتافك بالزبط. والتزامات وديون ومواعيد وانت عارفه يعني فاهمه ازاي. فنوصل لمرحله التامل دي اصلا في وسط الدنيا اللي ورعه بجاز حوالينا دي، واحد نوصل لها ازاي؟ وبرضو على ذكر التنفس عايزينك تعرفينا ازاي نمرن نفسنا بالظبط على تمارين التنفس. مبدئيا هو احنا لازم زي ما بنمرن الجسم نمرن الجهاز العصبي، زي ما انا بحط وقت اني اروح الجيم او العب رياضه، وقت اني اشتغل، وقت اني اكل، محتاجه احط وقت اني اتنفس، وقت اني انزل بالجهاز العصبي واريحه شويه. اوكي. فهعمل ده ازاي؟ لازم اعمل روتين يومي ليا. روتين اليومي ده هنزوده بالوقت، هيبقى مره الصبح مره خلال اليوم. اوكي. او لو انا ما بنامش كويس بالليل يبقى قبل ما انام. لان مستحيل ابقى انا الجهاز العصبي بتاعي على طول في الفايت اور فلايت، اني اواجه او اجري على طول، فالكورتيزول والادرينالين في دمي طول اليوم، واجي مره واحده اشد كبسه واقول طب انا داخل انام بقى هنام. صح؟ انا كمان مخي متعود يفكر، بنسميه المونكي مايند في اليوجا، يعني المونكي مايند ايه؟ اللي هو القرد اللي هو بينط في دماغي من فكره لفكره لفكره لفكره، لدرجه واحنا نايمين وصلنا احنا بنفكر واحنا نايمين. مش ساعات بتصحوا الصبح جسمكم مكسر كانكم ما نمتوش؟ احنا عايزين وصفه ما نفكرش لو في المونكي مايند. انت اوقات والله محتاجين. لا لا هو ده صح، هو لعلمك صح، بس لازم الاقي تول اداه استخدمها عشان اوقف المخ. عشان اوقف المخ بالظبط. فالمونكي ازاي بقى؟ القرد بنوقفه ازاي؟ بتدي له مزايا. ايه المزايا اللي انا هديها للقرد اللي في مخي جوه؟ ايوه النفس. لازم اشغل المخ. عارف الطفل الصغير لما اجي اقول له ايه؟ بص هنا، بص عايزه ديستراكت، عايزه ديستراكت المخ، شتتيه. فلازم اشتته بحاجه وعوده عليها عشان اتعود اني لما الاقي نفسي خلاص ديبليتد ومش قادر، كل اعصابي او وصلت لدرجه الفاتيج، فاتيج الارهاق الشديد وكلنا بنوصل له دلوقتي، محتاج اديله حاجه. هتلاقي نفسك اوتوماتيكلي بانك بقى انا مرانه، هتلاقي اوتوماتيكلي انا بروح لحته بقيت نفسي بعمل كده. ايوه نوصل لها ازاي دي بقى يا ست الكل؟ عشان ده حلم بالنسبه لناس كتير. طيب. اول حاجه هديستراكت بحاجه اسمها يا تامل يا نفس، هدي حاجه وحاجه. اوكي. التامل الاول، يعني ايه تامل؟ تامل مش بس ان انا اقعد ابص كده للحاجه وانا متامل او اقعد كده زي فيلم احمد رمزي زمان. لا هو عائله الديدي. فلازم اعوده ان هو اديله حاجه، مثلا هديكم مثلا دلوقتي لو احنا غمضنا عينينا دلوقتي وفكرت في اكتر حاجه حصلت لي ستريس في الكام يوم اللي فاتوا، هيحصل ايه في نفسي وفي جسمي؟ هتلاقي نفسك بتشد، نفس بقى قصير بقى هنا ما بقاش بيروح للبطن، وعضلات عضلات الجسم كلها مشدوده. طيب لو انا غمضت عيني وفكرت في اكتر مكان بحبه بروح اقعد فيه، اكتر اكله، بلاش اكل بقى خلاص فطرتي الصبح اللي هو نتامل في صينيه محشي باللحمه المفرومه كل واحد واللي بيهديه بقى. لا هو اكشلي الاكل الصحي برضو بيساعد على الصحه النفسيه. أكيد. انا لو هاخد سكريات كتير هيفضل ماشي. السكر في دم يطلع وينزل فيعمل لي مود سوينجز، يعني المود بتاعي يبقى اصلي. فعايزه افكر في مثلا لو حد، ناس تحب البحر، ناس تحب الخضره، ناس تحب الجبل. أوكي. هنقعد، واهم حاجه ان نقعد فاردين الظهر. اوكي. ما اسندش راسي عشان ما نمشي، بس خلي دايما ودني فوق كتفي، دايما كتفي شايل راسي، اتقل حاجه في جسمي. ونسند ظهرنا ونتنفس، نقعد نفكر في المكان ده، في اللون بتاعه، في الاصوات اللي فيه، العصافير، في كاني رحت المكان ده. اكشلي لما بعمل التمرين ده في اي حته، يعني بروح مثلا شركات ان احنا بنمرن الناس ازاي يفصلوا خلال اليوم، اول ما بنعملها هم كلهم بتلاقي وش ابتدى يرخي، وتلاقي ده بنقول ايه، بنقرا الوش، عامل تلاقي في ابتسامه على الوش. جربوها كده، اول ما احس اني ستريسد قوي ومش قادر اغمض عيني. انا بعديك على طول، جرب كده عشان تشوف هي هتروح اي بلد. هتلاقي نفسك في المكان ده، هتلاقي نفسك بتهدى جامد جدا. انا هتخيل اني في باريس ده بنسميه مثلا جدا. لا بس من غير شوبينج يعني، لو في كريدت كارد يبقى كويس. ما علينا، خلينا دايما في الطبيعه، ان الطبيعه دايما بتعمل هيلينج، بتشفي. بس اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده يبدو سهل، لكن في حقيقه الامر من كتر ما الواحد دماغه محمله بافكار ومشاكل. عندك حق. هنا بقى بنقول حاجه لذيذه قوي في اليوجا. ايه بقى؟ وفي اليوجا في العصافير بالذات احنا بنقول ايه، تخيل نفسك قاعد على البحر وفي مركب جايه، وانت مبسوط قوي بالمنظر وقاعد تتفرج على البحر. اوكي. مره واحده جت المركب، تركب المركب، تقول بس انا كنت مبسوط على البحر، هرجع تاني، ترجع تاني، تيجي المركب، تركب، وهكذا. باي تايم مع الوقت مش هتركب المركب وهي افكارك، يعني هتلاقي نفسك قاعد فكره بتيجي فبتسرح،
بعدين هفتكر تاني ارجع، بعدين هسرع. مع الوقت هتلاقي نفسك في الخمس دقايق انت الاربع دقايق او الاربع دقايق اللي احنا قاعدين بنفيجواليز او بنشوف فيها المنظر الطبيعي ده قلت جدا. فهنا بمرن المخ على التركيز كمان.